أول شيء هالسوق اسمه سوق بركة رام، انفتح له تقريبا السنة. أنا أخذ دكاني من قبل سنة، ومنبيع كل الخضار بتعرفي والفواكه بمواسمها. شو اليوم موسم الكرز عم نشوف؟ شو شهير موسم الجارنك؟ جارنك كرز أخضر أنتوا بتقولوا له، أو بروميا يمكن هيك. في منه حلو، في منه حامض. واليوم بلش الكرز، بس الكرز الأحمر إنه بلش بتعرفي على الخفيف، يعني بعده ما بلش يعني كما يجب. شو الناس تشتري أكثر، بتحب الكرز الأخضر ولا الأحمر؟ كل أنواع الفواكه اللي من عنا نحن بهضبة الجولان، عن جد الناس بتجي بتقصدها. تفاح بشهر ببلش ما بين شهر 9 11 12 هيك. في عنا هذا التفاح، شايفتي إنه هذا تفاح من البرادات. النكترينة زي ما بنسميها، الخوخ اليابي. النكترينة نحن بالمجدل في الشعنة كله بنجيبه من عنقنية، المشمش، النكترينة، الجرانك كليته من بلد بالهضبة اسمه عنقنية. بالجولان بس يعني طبيعة المناخ عندهم غير يعني عنا بيصير في ثلج، عندهم نادر ما يصير في ثلج. ما عنا 5 دقائق بعيدة يعني عنا. الكرز الناس وانت بتبلش تيجي هي تلقت بإيدها؟ كرز تأخر شوي السنة لأنه بتعرفي السقع اللي اجته هيك، بس متوقع انه قبل اخر الشهر يكون انه يعني يصير في ناس تجي تحوش تنبسط. احنا في وضع اقتصادي جدا صعب في بلادنا بالفترة الأخيرة، عم نشوف كمان وضع الاقتصادي صعب. قديش مهم مثل هاي الأسواق تساعد أصحاب المصالح التجارية؟ نحن عن جد يعني نحن بنسوق للمزارعين اللي هون، كل الفواكه تبعتهم اللي بيجيبوا لنا اياها بنسوق لهم اياها، بس كثير اسا الأسعار بتعرفي عالي يعني الوضع الاقتصادي. الحمد لله الحركة موجودة كل الوقت. هضبة الجولان معروفة بمواسمها، بطبيعتها، بالناس، بتضاريسها. في عطول زوار، في حركة مبيعات قوية. في اليوم مجد الشمس هي بالأساس زراعية، قلبت سياحية أكثر. أكثر بتلاحظ الحركة بالليل ولا بالنهار أكثر؟ أيام جمعة سابت لما بيجوا سياح الحركة تقريبا موجودة على طول، حركة السياحة وحركة البيع يعني مثلا وهيك. أكثر شيء يعني معروفة بمواسمها بالثلوجة، بفصل الشتاء بيكون في كثير حركة سياحة، بالكرز مثلا، بالتفاح، بكثير أمور مثلا. وبشكل عام حتى لما ما فيش يعني أي شيء مثلا في حركة على طول، اللي هي إنه معروفة مجد الشمس بتضاريسها بتكفي يعني. شو الحلويات المشهورة عندك في المحل الناس تيجي بتطلبها منك؟ الكنافة أكثر شيء يعني، الحمد لله أنه أثبتوا وجودهم بالكنافة مزبوط، اللي أكبر منا يعني اللي انفتوا بالموضوع عن اللي علمونا. الكنافة، البقلويات مثلا مطلوبة موجودة على طول، هاي طلبات الناس يعني، الناس حبت الشيء فنحن أخذنا قوتنا من الناس. الحمد لله المصلحة التجارية المنيحة بده يدرسها الواحد، بدوش يفتحها يلا مصلحة، بده يشوف شو المطلوب بالسوق ويجيب. اليوم بمسعد هل في اقبال على الاكل السريع؟ بما انه المحل هو محل اكل سريع، هل في اقبال ناس بتيجي؟ وانت اكثر حركه تجاريه بتحس في اقبال؟ بس يكون في عندنا مواسم كرز وتفاح وثلج بالعنوت، في اقبال كثير، وبالاعياد اقبال كثير. بتشتغلوا اكثر على الزوار والمواسم اكثر من اهل البلد؟ ايه اكثر. احنا بوضع اقتصادي صعب، قديش عم بتلاحظ هذا الشيء؟ فعلا في ملاحظين انه في وضع اقتصادي صعب، بس الحمد لله انه ماشي الحال، عم انه فرع منيح واكل زاكي كثير، ولا في ناس كثير يعني صارت من تحت من عرب الجليل وعرب الداخل 48 يعني صاروا اكثر من 10 مرات مترددين على المحل، عم انه عجبهم المحل. لان انتوا بتشتغلوا اكثر على الناس اللي من بريت مسعد، من بريت يجوا كمان هون اهل الهضبه كمان حبوه، عم انه طعم منيح. بيجوا ايه أقل شوي. شو رسالتك للناس بظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي احنا عم نمرق فيها وأيضا كصاحب مصلحة تجارية؟ بحكي للناس عقد البساطة، واحد يمد جري يكون الشغلة اللي بعزتها يجيبها، مش عزتها يهدي شوي لحتى يعدي الظروف الصعبة هاي. يعني الوضع جدا ممتاز. أنا أساس شركتي هون بلشت بهضبة الجولان بمجد الشمس بالتحديد، وأهل مجد الشمس دعموني وأهل الجولان طبعا، ومن هاي الناحية انطلقت لبرية هضبة الجولان. يعني أنا وصلت لكثير محلات بإسرائيل، لمحلات بالمركز بلاد وبالدروم كمان. طب تحكي لي اكثر، من ناحيه احنا بنعيش وضع اقتصادي جدا صعب في بلادنا، قد ايه عم بتشوف الناس عم تقبل على الشراء، عم تشتري شبك، عم تهتم ايضا حتى لو المسافات بعيد؟ يعني انت بالجولان وعم بتروح للمركز وللشمال لتحت اكثر؟
والله انا كثير في اقبال والناس كثير مبسوطه من الشبيك ركبها للزباين، كثير مبسوطين وكثير ناس عم تدعمني اكثر واكثر، وانا بتشكرهم كل الزباين من كل محل باسرائيل هون او فلسطين. احنا عم نشوف صعب بظل الوضع، غلاء معيشه بظل كل هاي الامور، كيف انت عم بتشوف هذا الشيء في الجولان؟ بتشوف في شويه مشاكل، غلاء معيشي والناس وضعها شوي يعني تلخبط اخر فتره، بس ان شاء الله على خير لقدام. نحن عم نساعد الناس كمان بالاقساط والاسعار، نساعد قريش نقدر. قدامهم انت كصاحب مصلحه تجاريه تساعد الناس، او انه مش بس ننزل اسعار، نساعد بالتسديد ايضا، قدامهم هذا الشيء. انا كثير بحاول وبساعد قريش بقدر، وان شاء الله يعني لقدام تكون الاوضاع لكل الناس احسن وان شاء الله. بس فتره الكورونا اثرت عليك؟ اثرت شوي بس مو كثير، مش كثير لا.